يتكلموا عن المخطوطات الحقيقة هو من زمان قديم من سنة 806 807 إلى 45 قضية جدودنا في الزاوية اللي يقرأ في الزاوية وتخرج يدير خطط يكتب المصحف اللي يقرأ في الحديث يخرج الحديث والتفسير والفقه يعني المواد اللي هي كانت تدرس واللغة العربية والتاريخ والجغرافية. والحقيقة والحمد ربي على التراث هذا يبقى بعد الاستعمار النص كله حرب الاستعمار، ولكن بفضلهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلهم حافظون على التراث رتمه حتى تحت الأرض، وبعد الاستقلال جبدناه لقينا هذا التراث الحقيقة وهي خطليد. اللغة نكتبوا تقليدي لوحة بالصيصال والسماء والدوية ونقرأ عاديا على الأرض، نقرأ القرآن ونعرضه للشيخ، نكرروا للشيخ، نعرضوا شيء يقول نمحي وما تمحيش اللي يحفظ كذا، يعني هذا هو التراث تاعنا وهذا مش نشوفه إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم جميعا حتى نتلقاو في الملتقيات هذه إن شاء الله.